بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، من داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، يسعدني أن أكون معكم أنا عصام منيسي للتعليق على مباراة نهائي دوري السوبر لكرة اليد للسيدات للموسم 2018-2019. قبل مباراة اليوم لعب النادي الأهلي دورة الأولى لدوري السوبر، لعب مع فرق المعادي وسموحة. استطاع النادي الأهلي التغلب على المعادي 31-28 وعلى سموحة 36-20. وفي الدورة الثانية اللي أقيمت واللي بتقام على صالة النادي الأهلي بالجزيرة، فاز على نادي الطيران 29-19 وعلى سبورتينج 20-19. بيمثل لاعبات النادي الأهلي اليوم في المباراة غادة حسام رقم 16 حارس مرمى، أمنية خالد رقم 1 حارس مرمى، سارة حسام رقم 17، دعاء حلمي رقم 11، مي هشام رقم 13 قائد الفريق وكابتن الفريق، إسراء سيد ربيع رقم 55، إسراء سيد رقم 55، ريم سيد ربيع رقم 2، ياسمين عبد الرحيم رقم 98، ليلى شريف رقم 7، سارة حسام رقم 19، مصر عيد رقم 10، ليلى هيثم رقم 23، ودي مواليد 2000 بيصعدها الكابتن ياسر صلاح، منى خالد رقم 18، أمينة عاطف رقم 33، مريم الشرباجي 35، دنيا خالد رقم 6. المدير الفني للنادي الأهلي الكابتن ياسر صلاح، المدير الإداري الكابتن عاطف طه، مدرب حراس المرمى الكابتن صلاح بهجت، إداري كابتن محمد فهمي، طبيبة الجهاز الدكتورة رود عيد، أخصائي التأهيل ومخطط الأحمال الكابتن سميرة جمعة، ومدلك كابتن محمد بعلوشة. بيمثل لاعبات نادي الشمس اليوم اللاعبة حبيبة وليد رقم 1 حارس مرمى، فرح الشاذلي رقم 16 حارس مرمى، منى خالد 99 حارس مرمى، تسنيم جمال رقم 12 حارس مرمى، يارا مختار 97، ياسمين رفعت 9، ملك علي شاهين 32، نسرين مرجان 37، آية طارق 11، ياسمين شريف 31، ميرنا وهبي 70، سارة متولي رقم 20. وبدأت المباراة، محاولة على المرمى للاعيبة النادي الأهلي، إسراء سيد رقم 55، هجمة مع نادي الشمس. فأول توقف هنستكمل مع حضراتكم أسماء الجهاز الفني ولاعبات نادي الشمس. مباراة مهمة يا جماعة، نهائي دوري السوبر. الهجمة مع نادي الشمس، وهدف لنادي الشمس، اللاعبة ياسمين رفعت رقم 9، 1-0 لنادي الشمس. هجمة مع النادي الأهلي، إسراء، لآية طارق، إسراء تاني، نصرة، نصرة عيد، إسراء، آية، إسراء لنصرة، نزول على الدايرة من إسراء، محاولة اختراق من آية، و رمية حرة للنادي الأهلي، ليلى شريف، محاولة اختراق من نصرة، ودفاع قوي من لاعبة نادي الشمس، اللاعبة رقم 70 ميرنا وهبي، محاولة دخول وفاول عكسي على إسراء النادي الأهلي، رمية حرة لنادي الشمس، سارة متولي، ياسمين رفعت، شيماء صبري، سارة متولي تاني، ياسمين ومحاولة اختراق ورمية حرة، دفاع قوي، من ليلى، شريف لاعبة النادي الأهلي، والهجمة مع النادي الشمس،
شيماء صبري لوينج رايت، محاولة اختراق ودفاع قوي، هجمة مع نادي الشمس، يارا مختار وتسديدة من اللاعبة سارة متولي، وتصدي ناجح ودفاع قوي من النادي الأهلي، تصدي ناجح من غادة حارس مرمى النادي الأهلي، هجمة مع النادي الأهلي، نصرة لإسراء وسلسلة على خط التسعة، محاولة اختراق نصرة ومروحة ودخول و انذار للاعيبه رقم 11 دعاء حلمي، عفوا اللاعيبه ايه طارق من نادي الشمس، نصرة محاولة اختراق وتسقيط على الدايرة، وفاست بريك لنادي الشمس، تقع الكرة بإيديها ورمية سبع أمتار، رمية سبع أمتار على لاعيبة النادي الأهلي، مي هشام كابتن الفريق يحتسبها حكمنا الكابتن إسلام سيد، بيحكم مباراة اليوم الكابتن إسلام سيد والكابتن محمد كرم، مراقب المباراة الكابتن يحيى علي، مسجل الكابتن دنيا، وهدف من رمية جزائية لنادي الشمس، 2-0 لنادي الشمس، تحرزها اللاعبة رقم 33 شيماء صبري، 2-0 لنادي الشمس، هجمة مع النادي الأهلي، إسراء مي هشام لإسراء، محاولة اختراق وتسديد ورمية حرة للنادي الأهلي، ليلى شريف، نصر عيد، آية نصرة وتسديدة وهدف، الهدف الأول للنادي الأهلي، نصر عيد، مباراة حماسية، ومي هشام ومحاولة قطع الكورة ودفاع من مي، هجمة مع نادي الشمس، ميرنا وهبي لياسمين رفعت، هف نادي الشمس، شيماء صبري، ياسمين ومحاولة اختراق وهدف، سارة متولي رقم 20 من نادي الشمس، الهدف الثالث، 3-1 لنادي الشمس، فات 4 دقايق و55 ثانية من أحداث الشوط الأول اللي مدته 30 دقيقة، وتسديدة من نصرة والهدف الثاني، هتشتعل يا جماعة المباراة، مباراة ديربي في كرة اليد النسائية بين النادي الأهلي ونادي الشمس، نهائي دوري السوبر، ومحاولة وهجمة مع نادي الشمس، محاولة اختراق وتصدي من غادة حسام، تصدي ناجح من غادة حسام، وفاست بريك للنادي الأهلي، والهدف الثالث، تعادل، الهدف الثالث للنادي الأهلي، تحرزه اللاعبة رقم 19 صالح حسام، وينج رايت النادي الأهلي، وهجمة مع نادي الشمس، شيماء لسارة، وينج رايت وتصدي من غادة، تصدي ناجح من غادة من وينج رايت لاعبة نادي الشمس ملك علي شاهين، والهجمة تاني مع نادي الشمس، هجمة مع نادي الشمس، تسديدة وتصدي من غادة، يا سلام يا غادة، تصدي ناجح من غادة والهجمة مع النادي الأهلي، بدأ لاعبات النادي الأهلي الدخول بقوة في أجواء المباراة بعد التأخر في أول 4 دقايق بثلاث أهداف مقابل هدف، والهجمة إسراء، نصر عيد، آية محاولة وتسديدة و رمية حرة للنادي الأهلي، ليلى شريف لاعبة الدايرة النادي الأهلي ومنتخب مصر، إسراء، نصر عيد، محاولة اختراق ودفاع قوي،
من اللاعبة آية طارق لاعبة نادي الشمس. نصرة نصرة وتسديدة ورمية جانب للنادي الأهلي. رمية جانب للنادي الأهلي على التنفيذ اللاعبة سارة حسام وينج رايت النادي الأهلي. سارة سارة نصرة ورمية حرة تاني للنادي الأهلي. ليلى وتسديدة وهدف، الهدف الرابع، الهدف الرابع للنادي الأهلي، الهدف الرابع للنادي الأهلي. نصرة عيد من أهم لاعبات الفريق تحرز الهدف للنادي الأهلي. والهجمة مع نادي الشمس. ياسمين لا يارا، ياسمين تاني ليارا، يارا محاولة الدخول ودفاع قوي من لاعبة النادي الأهلي سارة حسام. الدايرة رمية حرة، محاولة اختراق ورمية سبع أمتار، رمية سبع أمتار للاعبة نادي الشمس. اللاعبة رقم 9 ياسمين رفعت على التنفيذ. اللاعبة شيماء صبري رقم 33 وتنزل أمنية، أمنية خالد حارس المرمى الثاني للنادي الأهلي. وهدف، هدف لنادي الشمس شيماء صبري. هجمة مع النادي الأهلي وتخرج تاني أمنية وتنزل غادة حسام. إسراء هشام حاولت اختراق من إسراء وفي إنذار، إنذار للاعيبة نادي الشمس. اللاعبة رقم 70 ميرنا وهبي. هجمة مع النادي الأهلي. آية نصرة إسراء ونصرة تاني، محاولة اختراق من نصرة وتسديدة ورمية جانب وبلوك قوي، بلوك قوي من لاعيبة نادي الشمس. اللاعبة رقم 11 رمية جانب. نصرة إسراء هاف النادي الأهلي، ترجع إسراء في الهاف تاني ومحاولة اختراق وتفكيك لنصرة وتسديدة وهدف، هدف، الهدف الخامس للنادي الأهلي. نصرة عيد لاعبة النادي الأهلي، وزي ما حضراتكم شايفين بتخرج اللاعبة آية طارق من النادي الأهلي في الدفاع وبتنزل لاعبة النادي الأهلي مواليد 2000 ليلى هيثم في الدفاع. هجمة مع نادي الشمس، رمية حرة لنادي الشمس. ميرنا لشيماء، ياسمين شيماء وهدف شيماء صبري، شيماء صبري. بكراية النادي الأهلي وهجمة سريعة للنادي الأهلي. إسراء ونصرة للاعبة النادي الأهلي سارة حسام. تنزل تاني آية طارق. إسراء تنزل إسراء على الدايرة. آية نصرة محاولة اختراق من نصرة ورمية حرة، رمية حرة للنادي الأهلي على اللاعبة رقم 20 سارة متولي من نادي الشمس. ليلى إسراء نصرة، تسديد من نصرة وتصدي ناجح من حارس مرمى نادي الشمس حبيبة وليد رقم 1. هجمة مع نادي الشمس. ميرنا وهبي لشيماء صبري، وبيشتكوا لاعبات الشمس من كرة المباراة. وعلى الفور الكابتن محمد كرم حكم المباراة بيقوم بتغيير الكرة. رمية حرة مع نادي الشمس. ميرنا وهبي ياسمين رفعت لسارة متولي. ياسمين ملك علي شاهين، ياسمين حاولة اختراق، حاولة اختراق ورمية حرة
للاعيبة نادي الشمس رقم 20 سارة متولي. ياسمين رفعت، ياسمين رفعت حاولت اختراق ودفاع قوي، دفاع قوي يا جماعة من اللاعبة ليلى شريف على الدايرة ونصرة ولاعيبة النادي الأهلي ليلى هيثم. تسديدة وتصدي من غادة، غادة حسام حارس مرمى النادي الأهلي من حراس المرمى، من أحسن حراس مرمى على مستوى فرق السيدات في الدوري. هجمة مع النادي الأهلي، تخرج آية طارق وتنزل لاعبة النادي الأهلي على الدايرة يارا مختار، منة حسن عفوا، نصرة، نصرة. النادي الأهلي بيلعب باتنين لعيبة على الدايرة وخطأ عكسي، خطأ عكسي على نصر عيد. 13 دقيقة أعزائي المشاهدين من أحداث الشوط الأول، والنتيجة تعادل بين النادي الأهلي ونادي الشمس 5-5. هجمة مع نادي الشمس، تسقيط على الدايرة ودفاع قوي ورمية حرة. كابتن إسلام، إسلام سيد اكتسب رمية حرة على النادي الأهلي. هجمة مع نادي الشمس وحاولة اختراق ورمية 7 أمتار و انذار، انذار للاعيبة النادي الاهلي اللاعبة ليلى شريف، تدخل قوي على التنفيذ لاعبة نادي الشمس شيماء صبري. شيماء وغادة، غادة، غادة، برافو يا غادة، برافو يا غادة، برافو يا غادة، لكن تلم الكورة اللاعبة لاعبة نادي الشمس شيماء صبري وتحرز الهدف رقم 6-5 لصالح نادي الشمس. هجمة مع النادي الأهلي، نصر عيد، إسراء، بتنزل اللاعبة رقم 18 النادي الأهلي. هجمة مع النادي الأهلي، إسراء، وهدف، هدف للنادي الأهلي. مع نادي الشمس، ياسمين اختراق وهدف واستبعاد لمدة 2 دقيقة اللاعبة نصر عيد من نادي الأهلي. تدخل عنيف مع لاعبة نادي الشمس اللاعبة رقم 33 شيماء صبري، هيلعب النادي الأهلي ناقص لمدة 2 دقيقة. تخرج ليلى شريف وتنزل منة خالد لاعبة النادي الأهلي. هجمة مع النادي الأهلي، إسراء، إسراء لمنة، لمي هشام، منة، منة تاني، هاي تنزل ليلى شريف، ليلى، دفاع قوي من لاعبات نادي الشمس وتسديده وتصدي ناجح من حبيبه وليد. هجمه مع نادي الشمس، ياسمين رفعت، هاف نادي الشمس، يارا عبد المقصود، يارا، ياسمين، ساره متولي، ياسمين تاني، يارا، تسديد وهدف، هدف ساره متولي، ساره متولي لاعيبه نادي الشمس بتحرز الهدف رقم 8-6 لنادي الشمس. هجمه مع النادي الاهلي، ليلى شريف، مي هشام، وتنزل منا تاني، اسراء، مي هشام، ليلى شريف، ومي، وتسديده من مي، ورميه جانب للنادي الاهلي، رميه جانب للنادي الاهلي. مي هشام
هشام جول. مي هشام ودخول من وينج ليفت، تصدي من حبيبه وليد وتيجي في العارضه، هجمه مع نادي الشمس وثانيه ويكتمل النادي الاهلي، يكتمل النادي الاهلي بنزول نصره. نزلت نصره على الدايره كده، النادي الاهلي بيلعب كامل، هجمه مع نادي الشمس، محاوله اختراق من لاعبه ساره متولي رقم 20 لنادي الشمس، رميه حره لنادي الشمس، قطع الكوره ورميه حره تاني، دفاع قوي من لاعبات النادي الاهلي، دفاع قوي لاعبات النادي الاهلي، نصره واسراء ولاعبه النادي الاهلي رقم 98 ياسمين عبد الرحيم، محاوله اختراق من لاعبات نادي الشمس، ودفاع قوي من نصر، دفاع قوي من نصر عيد مع لاعبة نادي الشمس رقم 20 ساره متولي، رمية حرة تنفذ، دفاع قوي من ليلى، دفاع قوي من ليلى شريف، هجمة مع نادي الشمس وإشارة لعب سلبي، تسديد وتصدي من غدا حسام، هجمة مع النادي الأهلي تاني، نصر إسراء ليلى، إسراء منا نصرة، واختراق من إسراء، هاف النادي الأهلي ورمية سبع أمتار للنادي الأهلي، رمية سبع أمتار الدقيقة 19 و 8 6 لصالح نادي الشمس. زي ما حضراتكم شايفين نصرة بتقول للحكام الطيب، تخرج حارس مرمى نادي الشمس حبيبه وليد وتنزل فرح الشاذلي، ومي هشام، مي هشام تحرز الهدف رقم 7 للنادي الاهلي عشان تصبح النتيجه 8 7 لصالح نادي الشمس، هجمه مع نادي الشمس، يارا، يارا عبد المقصود لياسمين رفعت، ساره متولي، يارا، ساره، ساره محاوله اختراق، رمية حره، تصدي من غاده حسام من النادي الاهلي، رمية حره لنادي الشمس، ياسمين رفعت، ياسمين، يارا، محاولة اختراق، دفاع قوي من نصر عيد، دفاع قوي من اللاعب مع اللاعبة رقم 17 يارا عبد المقصود من نادي الشمس، هجمة مع نادي الشمس ودفاع قوي تاني من إسراء مع سارة، سارة متولي، محاولة اختراق لنادي الشمس، يارا، إشارة لعب سلبي وتسديد وتصدي ناجح وفاست بريك، فاست بريك، فاست بريك للنادي الاهلي، مي هشام والهدف الثامن، الهدف الثامن من اسيست ناجح من لاعبه النادي الاهلي رقم 19 ساره حسام لمي هشام اللي بتحرز الهدف الثامن 8 8 8 8 20 دقيقه من احداث الشوط الاول، نادي الشمس تخرج اللاعبه رقم 9 ياسمين رفعت من نادي الشمس، ساره متولي، ساره متولي ليارا عبد المقصود لملك علي شاهين، رميه حره نفذ، وهجمه تاني مع نادي الشمس، محاوله اختراق، محاوله اختراق من رميه جزائيه على النادي الاهلي ضد لاعبة نادي الشمس رقم 32 اللاعبة ملك علي شاهين، التنفيذ لاعبة
لاعبة نادي الشمس شيماء صبري. شيماء وغادة والهدف التاسع لنادي الشمس. 21 دقيقة ونص، 9-8 لصالح نادي الشمس. هجمة مع النادي الأهلي، نصرة وإسراء، ونصرة تاني ومنة، أي هشام ومنة، سارة، إسراء، نصرة، رمية حرة للنادي الأهلي، التنفيذ ليلى شريف، وإسراء، حاولت تخترق من إسراء، منة، منة، خالد، أي هشام، ومنة خالد، ودفاع قوي من لاعيبة نادي الشمس، منة وهبي، رمية حرة تاني للنادي الأهلي، نصرة، سعيد، إسراء، إسارة، ونصر عيد تاني، شارك لعب سلبي وتسديد وتصدي ناجح، تصدي ناجح من حبيبة، حبيبة وليد، حارس مرمى نادي الشمس رقم واحد، هجمة مع نادي الشمس، سارة متولي، وشيماء صبري، ملك، اختراق، اختراق من لاعيبة نادي الشمس، سارة متولي رقم 20، رمية حرة لنادي الشمس، ميرنا وهبي، يارا، حاولت اختراق تاني وباص و رمية حرة لشيماء، شيماء صبري، لاعيبة نادي الشمس، سارة متولي، سارة متولي، محاولة اختراق وتسديد من شيماء صبري وتصدي ناجح من غادة حسام حارس مرمى النادي الأهلي المتألقة حتى الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول، اللي نتيجته حتى الآن 9-8 لصالح نادي الشمس. والهجمة مع النادي الأهلي، إسراء، إسراء لنصرة، دعاء، دعاء حلمي، دعاء حلمي رقم 11 باك رايت النادي الاهلي اللي بتمتاز بالتسديدات القويه، تحرز الهدف التاسع، 9-9، هجمه مع نادي الشمس، مباراه سريعه يا جماعه، مباراه قويه، مباراه سريعه وحماسيه، حماسيه داخل الملعب وخارج الملعب على مقاعد البدلاء. رمية حرة لصالح نادي الشمس، ميرنا وهبي لسارة، محاولة اختراق من اللاعبة يارا عبد المقصود، ورمية حرة ودفاع قوي من لاعبة النادي الأهلي ياسمين عبد الرحيم، اختراق تاني و وقت مستقطع يطلبه الكابتن ناصر عبد الواحد المدير الفني لنادي الشمس. زي ما قلنا حضراتكم، انا استكمل اسماء لاعبات نادي الشمس في اول توقف. بيمثل نادي الشمس اليوم حبيبه وليد، فرح الشاذلي، منى حسن، تسنيم جمال، يارا مختار، ياسمين رفعت، ملك علي شاهين، نسرين مرجان، آية طارق، ياسمين شريف، ميرنا وهبي، سارة متولي، شيماء صبري، سلمى شوقي، يارا عبد المقصود، منى هيثم. المدير الفني لنادي الشمس كابتن ناصر عبد الواحد، المدرب كابتن حاتم حسين، مخطط الأحمال كابتن كريم ضاحي، طبيبة دكتورة شاهيناز شوقي، والمدير الإداري الكابتن يوسف عبد المنصف. بيغيب عن النادي الأهلي اليوم لاعبة من أهم لاعباته، اللاعبة ميرنا شحاتة بالإصابة، يارا شحاتة عفوا بالإصابة، وينج ليفت النادي الأهلي. من متابعتنا للمباريات
لاحظنا ان الكابتن ياسر صلاح المدير الفني للنادي الاهلي قام بتوزيع الحمل على جميع اللاعبات بما فيهم اللاعبات اللي بيتم تصعيدهم من فريق 2000 فريق ناشئات مواليد 2000. عودة أخرى للمباراة، هجمة مع نادي الشمس، هجمة مع نادي الشمس وفي إشارة لعب سلبي، إشارة لعب سلبي، تسديد والتصدي من غادة، تسديدة من لاعبة نادي الشمس شيماء صبري، الهجمة مع النادي الأهلي، تنزل مرة أخرى دعاء حلمي باك رايت النادي الأهلي اللي بتخرج في الدفاع، دعاء دعاء لإسراء لنصرة، إسراء تاني لدعاء ومحاولة اختراق من دعاء، والهدف العاشر، الهدف العاشر للنادي الأهلي، دعاء حلمي، دعاء حلمي لاعبة النادي الأهلي رقم 11، باك رايت النادي الأهلي، لاعبة شولة بتمتاز بالتسديدية، هجمة مع نادي الشمس، هجمة تشتعل المباراة يا جماعة مرة أخرى، ورمية 7 أمتار للاعبة نادي الشمس، اللاعبة رقم 20 سارة متولي، بتخرج غادة، بتخرج غادة حسام حارس مرمى النادي الأهلي، وبتنزل أمنية خالد، بتمتاز أمنية خالد بالتصدي للرميات الجزائية، التنفيذ من نادي الشمس، اللاعبة رقم 33 شيماء صبري، وغادة، هدف، هدف لنادي الشمس، 10-10، 26 دقيقة و35 ثانية، هجمة مع النادي الأهلي، مي هشام، نصرة، إسراء، دعاء، إسراء، نصرة تاني، ودعاء، إسراء، نصرة محاولة اختراق، خطأ عكسي، خطأ عكسي على نصر عيد، هجمة مع نادي الشمس، هجمة مع نادي الشمس، هتفضل يا جماعة المباراة لحد آخر الدقايق مشتعل بين الفريقين، رمية حرة لصالح نادي الشمس للاعبة سارة متولي، لاعبة نادي الشمس، ميرنا وهبي، شيماء ملك، سارة، محاولة اختراق من سارة متولي، رمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار لميرنا، ميرنا وهبي من نادي الشمس، التنفيذ مرة أخرى لاعبة نادي الشمس شيماء صبري، وفي العرض، العرض وتطلع رمية جانب للنادي الأهلي، غادة حسام لإسراء، لدعاء، إسارة، دعاء، إسراء، مصرعيد، إسراء، نصر جاي هشام لنصرة، الإسراء، وتسديدة من إسراء، تسديدة صاروخية، تسديدة صاروخية من إسراء سيد هاف النادي الأهلي، 11-10 لصالح النادي الأهلي، وهجمة سريعة مع نادي الشمس، دفاع قوي من لاعبات النادي الأهلي، لاعبة نصر عيد، بتخرج دعاء وبتنزل ياسمين صب، ياسمين عبد الرحيم على الدايرة في الدفاع، سارة متولي نادي الشمس، ميرنا وهبي لسارة، وتسديدة من سارة، وهدف، هدف، تعادل 10-11-11، هجمة سريعة للنادي الأهلي، ليلى لإسراء، ليلى إسراء، ورمية حرة لصالح النادي الأهلي، باقي 50 ثانية على نهاية أحداث الشوط الأول، دعاء لإسراء، دفاع من نادي الشمس، إسراء
اثاره، اثاره تاني لاصلاء، وتصدي، تصدي ناجح من حبيبه وليد من نادي الشمس، حارس مرمى نادي الشمس. متبقي 20 ثانيه على احداث الشوط الاول، وهجمه مع نادي الشمس، هجمه مع نادي الشمس، ساره وتسقيط على الدايره، تقع من ايديها. 6 ثواني ليلى شريف، اسراء، هجمه سريعه للنادي الاهلي، تسديد وهدف، هدف، هدف لصالح النادي الاهلي في الثواني الاخيره، في الثواني الاخيره اسراء. وفي قرار من حكم المباراه الكابتن محمد كرم، بيتشاوروا مع بعض الكابتن اسلام والكابتن محمد كرم. حتى الان لم يحتسب الهدف، لم يحتسب الهدف حتى الان. وفي مشاورات مع طاولة الحكام، انذار، انذار للكابتن ناصر عبد الواحد المدير الفني لنادي الشمس للاعتراض، وكابتن كرم، كابتن محمد كرم، واستبعاد دقيقتين للاعيبة نادي الشمس، اللاعبة رقم 17 يارا عبد المقصود للتدخل القوي. انتهى أعزائي المشاهدين أحداث الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي 12-11. شكرا أعزائي المشاهدين، ونلتقي مع حضراتكم في أحداث الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية أعزائي المشاهدين من داخل صالة النادي الأهلي بالجزيرة، ننقل لحضراتكم أحداث الشوط الثاني من مباراة نهائي دوري السوبر لكرة اليد للسيدات للموسم 2018-2019، ختام الموسم، ختام موسم كرة اليد النسائية اليوم على مستوى فرق السيدات. انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي 12-11، وزي ما حضراتكم شفتوا معانا الشوط الأول، أو اللي ما كانش حاضر معانا الشوط الأول، انتهى الشوط الأول 12-11 لصالح النادي الأهلي. نظام بطولة دوري السوبر كالآتي: صعد 6 فرق اللي حصلت على المراكز من الأول إلى السادس لدوري السوبر بعد انتهاء بطولة الدوري العام للسيدات اللي حصل عليها النادي الأهلي. حصل النادي الأهلي على المركز الأول في بطولة الدوري العام وبطولة كأس مصر وبطولة منطقة القاهرة. لحظات أعزائي المشاهدين وهتبدأ أحداث الشوط الثاني. نادي الشمس هيلعب لمدة دقيقتين ناقص لاعبة، استبعاد اللاعبة رقم 17 يارا عبد المقصود لمدة دقيقتين. تبدأ أعزائي المشاهدين أحداث الشوط الثاني، هجمة مع نادي الشمس. مباراة سخنة يا جماعة، مباراة سخنة جدا جدا، نهائي بطولة دوري السوبر. هجمة مع نادي الشمس، محاولة اختراق من اللاعبة شيماء صبري. سارة متولي، سارة متولي، رمية حرة، ياسمين رفعت، وسارة تقع الكرة، وليلى شريف، وهجمة فاست بريك سريع للنادي الأهلي، مي هشام، والهدف رقم 13، الهدف رقم 13، وبتشارك في المباراة من لاعبات النادي الأهلي لأول مرة وينج رايت النادي الاهلي المتميزه اللاعبه امينه عاطف. هجمه مع نادي الشمس، ياسمين، ساره، ساره تاني، تسديد من ساره وبلوك ناجح من لاعبه النادي الاهلي ياسمين عبد الرحيم، وفاست بريك وخارج الملعب، خارج الملعب من غاده حسام حارس مرمى النادي الاهلي. اشاره
حكم المباراة الكابتن إسلام سيد لإيقاف الوقت. زي ما قلت لحضراتكم حصل النادي الأهلي على بطولة الدوري العام وبطولة كأس مصر وبطولة منطقة القاهرة. تأهل النادي الأهلي كأول للدوري العام مع وتأهل مع النادي الأهلي أندية المعادي وسموحة والطيران وسبورتنج. قبل هذه المباراة لعب النادي الأهلي أربع مباريات فاز بيهم جميعا وكذلك نادي الشمس. هجمة مع نادي الشمس. آية طارق. سارة. رمية حرة لسارة متولي نادي الشمس. يكمل النادي الشمس بنزول اللاعبة ميرنا وهبي على الدايرة. سارة تاني ومحاولة اختراق ودفاع وهدف هدف لنادي الشمس. اللاعبة ملك علي شاهين عفوا اللاعبة شيماء صبري وهجمة سريعة للنادي الأهلي. إسراء سيد تحرز الهدف رقم 12 14 12 لصالح النادي الأهلي. 14 12 لصالح النادي الأهلي. هجمة مع نادي الشمس. سارة ودفاع قوي من ليلى شريف مع شيماء صبري. رمية حرة ميرنا وهبي وسارة تاني للاعيبة رقم 11 آية طارق. رمية حرة. دفاع قوي يا جماعة من لاعبات النادي الأهلي. لاعبات النادي الأهلي مصممين على تحقيق الرباعية وتحقيق العلامة الكاملة في البطولات لتكون رباعية تاريخية. هجمة مع نادي الشمس. آية وتسديدة من آية وتصدي من غادة وفاست بريك. أمينة أمينة ميشام والهدف رقم 15. بتشتعل بتشتعل صالة النادي الأهلي لتقدم النادي الأهلي بفارق 3 أهداف. تشجيع حماسي من جميع الحاضرين بالصالة. هجمة مع نادي الشمس. هجمة مع نادي الشمس. 15 12 لصالح النادي الأهلي. سارة. تسديد من سارة وتصدي من غادة. متألقة يا جماعة غادة ورمية حرة لأمينة عاطف لنصرة. تخرج ياسمين عبد الرحيم وتنزل دعاء. دعاء حلمي رقم 11 من النادي الاهلي. باك رايت النادي الاهلي اللي بتمتاز بالتسديدات الصاروخيه. اسراء في الهاف بدعاء. اسراء تاني لنصرة. امينه اسراء اي هشام ودعاء وهدف هدف دعاء هدف دعاء. قلنا يا جماعه لحضراتكم بتمتاز بالتسديدات الصاروخية. 16 12 لصالح النادي الأهلي. فات 5 دقايق من أحداث الشوط الثاني. رمية حرة. نادي الشمس. إسراء على الدايرة. ميرنا وهبي. رمية حرة. دفاع قوي يا جماعة. في ثلاثي قوي على دايرة النادي الأهلي. ليلى شريف. نصر عيد وياسمين عبد الرحيم وتصدي من غادة. لكن حكمنا الكابتن محمد كرم كان ليه رأي آخر. رمية 7 أمتار لصالح نادي الشمس واستبعاد لمدة دقيقتين لنصر عيد. تخرج ياسمين وبتنزل تاني دعاء في الهجوم وهدف لنادي الشمس. سارة متولي الهدف رقم 13. 16 13 لصالح النادي الأهلي. بيلعب النادي الأهلي ناقص لاعبة والأول مرة بتشترك اللاعبة سارة حسام من النادي الأهلي في الباك ليفت. إسراء دعاء أمينة ودعاء
الساره اسراء تاني ودعاء وتسديده من دعاء وتصدي تصدي ناجح من حارس مرمى نادي الشمس اللاعبه فرح الشاذلي حارس مرمى نادي الشمس رقم 16 اول تسديده غير موفقه من دعاء دعاء واسراء ساره مال ساره تاني اسراء واختراق من اسراء اختراق من اسراء هاف النادي الاهلي اللي بتطالب بعقوبه دقيقتين على لاعبه نادي الشمس منى وهبي هجمه مع النادي الاهلي ساره تفويت لاسراء واختراق لاسراء ورميه حره للنادي الاهلي في تدخل قوي من لاعبه نادي الشمس يارا عبد المقصود ساره اسراء لساره دفاع متقدم من نادي الشمس دفاع متقدم ساره ورميه حره وزي ما حضراتكم شايفين نادي بيلعب مان تو مان على دعاء حلمي امينه عاطف تسديده من امينه عاطف وتصدي من فرح فاست بريك فاست بريك لنادي الشمس ودخول وتقع الكوره من ايديها يارا مختار ومطالبه وفاست بريك تقطعها ميرنا وهبي مباراه مشتعله يا جماعه مباراه مشتعله ومباراه سريعه جدا جدا كلا الفريقين عاوز يكسب المباراه ويكسب كاس السوبر كاس بطوله دوري السوبر للسيدات دعاء اسراء تنزل تاني نصره تنزل على الدايره نصره اختراق من دعاء وتسديده من دعاء وتصدي من فرح الشاذلي من نادي الشمس حارس المرمى هجمه مع نادي الشمس ساره ليه يارا عبد المقصود شيماء صبري ساره متولي ليارا عبد المقصود ليه ملك شاهين واختراق من ساره متولي ودفاع قوي من ياسمين عبد الرحيم من نادي الاهلي على الدايره هجمه مع نادي الشمس اختراق ودفاع قوي يا جماعه دفاع قوي من منا خالد من نادي الاهلي هجمه مع نادي الشمس ونزول على الدايره وفاست بريك امينه امينه عاطف امينه عاطف امينه عاطف وعقوبه على استبعاد لمده دقيقتين للاعيبه نادي الشمس اللاعبه شيماء صبري اللي دفعت امينه عاطف اثناء الجري لعبه خطره جدا رميه جزائيه لصالح النادي الاهلي رميه 7 امتار المتخصصه مي هشام الكابيتانو كابيتانو النادي الاهلي والهدف رقم 17 لصالح النادي الاهلي 8 دقائق 45 ثانية أعزائي المشاهدين من أحداث الشوط الثاني و 17 النادي الأهلي 13 نادي الشمس في ديربي كرة اليد النسائية نهائي دوري السوبر لكرة اليد للسيدات الأهلي والشمس على صالة النادي الأهلي بالجزيرة تتقطع الكرة وفاست بريك للنادي الأهلي مي هشام والهدف رقم 18 13 وسنترة سريعة من لاعبات نادي الشمس ووقت مستقطع وقت مستقطع يطلبه الكابتن ناصر عبد الواحد المدير الفني لنادي الشمس لمحاولة إيقاف الزحف الأهلاوي الزحف الأحمر نحو لقب دوري السوبر زي ما حضراتكم شايفين في فوقان من لاعبات النادي الأهلي وقت مستقطع يطلبه الكابتن ناصر عبد الواحد لإيقاف الطوفان الأحمر على مرمى نادي الشمس 18-13 9 دقائق و19 ثانية
يفصلنا عن نهاية المباراة 20 دقيقة و 41 ثانية. تشجيع قوي من لاعبات النادي الأهلي على مقاعد البدلاء وأولياء أمور اللاعبات وأعضاء النادي الحاضرين داخل الصالة. رمية حرة لصالح نادي الشمس. هجمة مع نادي الشمس. يارا. ياسمين رفعت. سارة متولي. يارا عبد المقصود لياسمين رفعت لسارة متولي. محاولة اختراق ودفاع قوي. دفاع قوي من ليلى شريف وياسمين عبد الرحيم على الدايرة. دفاع قوي من ليلى ومنة خالد تاني. دفاع قوي يا جماعة. دفاعات النادي الأهلي قوية قوية. تقطعها سارة. وهجمة مرتدة. أمينة عاطف. أمينة عاطف. أمينة. 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 والهدف رقم 19. 19 13 لصالح النادي الأهلي. نقطة تحول يا جماعة في المباراة. أمينة عاطف. أمينة عاطف وينج رايت النادي الأهلي اللي بتمتاز بالسرعة والدقة في إنهاء الهجمات وبتمتاز بالسرعة في الفاست بريك. كان الكابتن ياسر صلاح مقعدها طوال الشوط الأول. هجمة مع نادي الشمس. محاولة اختراق من سارة متولي. رمية حرة. في صخرتين يا جماعة. صخرتين بيدافعوا على الدايرة عند النادي الأهلي. ليلى شريف وياسمين عبد الرحيم. ومعاهم اللاعبة ليلى هيثم. لاعبة رقم 23 مواليد 2000 اللي بيصعدها الكابتن ياسر صلاح عشان تلعب. وبلوك من بلوك تاني من ليلى شريف وبلوك من ياسمين عبد الرحيم. وتتقطع الكورة. وهجمة مرتدة. فاست بريك إسراء. و 20 13 20 13. طوفان أحمر داخل صالة النادي الأهلي من لاعبات النادي الأهلي. 20 13 11 دقيقة و 30 ثانية من أحداث الشوط الثاني والمباراة. هجمة مع نادي الشمس واستبعاد لمدة دقيقتين على لاعبة النادي الأهلي. حسبناها يا جماعة ليلى شريف. صخرة من صخور دفاعات النادي الأهلي. ليلى شريف وياسمين عبد الرحيم. هيلعب النادي الأهلي ناقص لاعب. وتصدي تصدي ناجح من غادة حسام حارس مرمى النادي الأهلي اللي زي ما قلنا لحضراتكم من الشوط الأول متألقة متألقة يا جماعة. هجمة مع النادي الأهلي. بيلعب النادي الأهلي ناقص لاعب لمدة دقيقتين لاستبعاد صخرة الدفاع ليلى شريف. هجمة مع النادي الأهلي. إسراء العقل المدبر للنادي الأهلي. دعاء. إسراء. أمينة. 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 أمينة وخارج المرمى. بتطالب أمينة برمية 7 أمتار. تقطع الكورة المتألقة غادة حسام للكابيتان ومي هشام لنصر عيد. وتخرج ياسمين في الهجوم وتنزل دعاء حلمي في الهجوم. تخرج ياسمين بتدافع ودعاء بتنزل في الهجوم. دعاء بتمتاز بالتسديدات القوية الصاروخية. أمينة عاطف. إسراء سيد. مي هشام. دعاء تتقطع ورمية حرة لدعاء على اللاعبة رقم 11 آية طارق من نادي الشمس. محاولة اختراق من إسراء. رمية حرة على شيماء صبري من نادي الشمس. نصرة. نصرة عيد لإسراء وإشارة لعب سلبي. اختراق. إشارة لعب سلبي والنادي الأهلي لازم يعمل محاولة على المرمى في خلال 6 باصات طبقا لتعديلات قانون كرة اليد. إسراء. مي هشام لنصر عيد. ودفاع 3-3 متقدم من نادي الشمس. وخطأ على
بيرنا وهبي، تسديد من نصر عيد، تسديده صاروخيه زحفه. 21-13، طوفان احمر يا جماعه، طوفان احمر داخل صاله النادي الاهلي. مباراه ممتعه من لاعبات النادي الاهلي اليوم. هجمه مع نادي الشمس، تسديده من آية طارق خارج المرمى. يكتمل النادي الاهلي بنزول صخره الدفاع ليلى شريف بجوار صخره الدفاع الاخرى ياسمين عبد الرحيم. هجمه، آية، تسديد ورميه حره. دفاع قوي من ياسمين عبد الرحيم. ميرنا وهبي رقم 70 لاعبه النادي الاهلي، وروح رياضيه يا جماعه بين اللاعبات داخل الملعب، روح رياضيه وخارج الملعب، هم اصدقاء في المنتخبات. تسديد وتالق من غاده حسام، تالق، وزي ما حضراتكم شايفين الكابتن صلاح بهجت مدرب حراس المرمى للنادي الاهلي بيشجع غاده المتالقه. هجمه مع النادي الاهلي مره اخرى، تخرج ما تخرجش اسراء، تنزل اسراء تاني، ليلى شريف، نصره، اسراء، دعاء، لاسراء تاني، نصر عيد، دعاء، محاوله اختراق من دعاء، مي هشام الكابيتانو، اسراء، ومخالفه اربع خطوات على النادي الاهلي. هجمه سريعه لنادي الشمس، آية طارق، تسديده وهدف، هدف لنادي الشمس. 21-14، 15 دقيقة و40 ثانية، وقت مستقطع، مش وقت مستقطع، هنشوف يا جماعة. الكابتن يحيى علي مراقب المباراة، بيتكلم مع الكابتن ياسر صلاح، في خطأ في التغيير على ما أعتقد. مفيش خطأ، وقت مستقطع بيطلبه الكابتن ياسر صلاح المدير الفني للنادي الأهلي. وفي إصابة للاعبة أمينة عاطف، زي ما حضراتكم شايفين الكابتن سميرة جمعة مخطط الأحمال معاها، وحارسة المرمى غادة حسام المتألقة، وأمنية خالد المتخصصة في الرميات الجزائية. وقت مستقطع، يطلب الكابتن ياسر صلاح. بالنظر اعزائي المشاهدين لنتائج كرة اليد للسيدات في النادي الاهلي، حصل النادي الاهلي على بطولة الدوري وعلى بطولة كأس مصر وبطولة منطقة القاهرة. في قطاع الناشئات حصل النادي الاهلي على بطولة منطقة القاهرة مواليد 2000 و2004 و2005 و2006 و2007 و2009. اكتساح وتفوق لقطاعات الناشئات في النادي الاهلي لكرة اليد، وحصل على المركز الاول في بطولة الجمهورية مواليد 2004 و2005 و2006. في اول توقف هنقول لحضراتكم على قطاع البراعم للناشئات اللي بيشاركوا في بطولات كرة اليد المصغرة، بطولات الجمهورية الصيفية والشتوية والنخبة الشتوية والصيفية. هجمة مع نادي الشمس، هجمة مع نادي الشمس. 16 دقيقة و25 ثانية، 21-14 لصالح النادي الأهلي، فرق 7 أهداف. هجمة مع نادي الشمس، ومحاولة وتصدي من المتألقة غادة حسام، تصدي من محاولة ملك علي شاهين من نادي الشمس. إسراء، ليلى شريف، نصر عيد، إسراء تاني لنصرة، وبتنزل دعاء حلو، مي هشام، إسراء، دعاء، لإسراء، لنصرة، محاولة اختراق من نصرة، وتسديدة صاروخية
تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من نصر عيد. نصر عيد هي الشقيقة الصغرى للكابتن حنان عيد، والكابتن مروة عيد المحترفة بفرنسا، وهدف لنادي الشمس 22-15. بيرجع الكابتن محمد كرم. في الوينج رايت لإصابة أمينة عاطف، تسديدة من دعاء وهدف. تألق لبعض الفترات للاعبات نادي الشمس نادي الأهلي. هجمة مع النادي الأهلي. سارة حسام. نصرة. دعاء. إشارة لعب سلبي. إسراء. دعاء. ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. ليلى شريف. نصرة عيد. رمية حرة مرة أخرى. إشارة لعب سلبي. تسديدة وتصدي ومحاولة من ليلى شريف. وخطأ داست جوه الستة. هجمة مع نادي الشمس. ياسمين شريف. شيماء صبري لياسمين شريف. شيماء صبري في الهاف. لسارة متولي. محاولة اختراق من سارة متولي. دفاع قوي من ياسمين عبد الرحيم. صخرة دفاع النادي الأهلي بجوار ليلى شريف. اختراق نادي الشمس. ملك علي شاهين. تسديدة من شيماء صبري خارج المرمى. خطأ. رمية حرة لصالح نادي الشمس على ياسمين عبد الرحيم من نادي الأهلي. ميرنا وهبي. شيماء صبري. سارة متولي. يارا مختار. وتسديدة تسديدة وبلوك ناجح من ليلى. بلوك ناجح من ليلى. هجمة تاني مع نادي الشمس. سارة متولي واستبعاد لمدة دقيقتين على ليلى شريف. إشارة الكابتن محمد كرم حكم المباراة. تدخل عنيف من ليلى شريف يستوجب الاستبعاد لمدة دقيقتين. هيلعب النادي الأهلي ناقص لاعبة لمدة دقيقتين. وهجمة مع نادي الشمس. اختراق وهدف. هدف لشيماء صبري لاعبة نادي الشمس. 23 النادي الأهلي 17 نادي الشمس. 20 دقيقة عشان تاخد الكرة وتخش تحط الهدف رقم 27. 27 21 لصالح النادي الأهلي. 28 دقيقة و40 ثانية على نهاية المباراة. واستبعاد لمدة دقيقتين على لاعبة النادي الأهلي اللاعبة إسراء سيد رقم 55 هاف النادي الأهلي والعقل المفكر للنادي الأهلي. هجمة مع نادي الشمس. اختراق من اللاعبة يارا عبد المقصود. 22 نادي الشمس 27 نادي الأهلي. وتتقطع الكرة في السنترة. وهدف تاني لنادي الشمس. 29 دقيقة وخمس ثواني. وقت مستقطع يطلبه الكابتن ياسر صلاح. لاعبات النادي الأهلي حسوا إن المباراة انتهت. طلب الكابتن ياسر صلاح وقت مستقطع. زي ما حضراتكم احنا داخل الصاله سامعين حضراتكم السامعين الكابتن ياسر صلاح بيعنف اللاعبات. ما ينفعش يقول لهم لازم نروح ولازم نزود الاهداف. و
إصابة داخل الملعب لأحد لاعبات نادي الشمس، اللاعبة رقم 32 ملك علي شاهين. سلامات سلامات يا ملك. 29 دقيقة وست ثواني، 54 ثانية على نهاية المباراة، 54 ثانية على تتويج سيدات كوماندوز اليد من النادي الأهلي ببطولة كأس دوري السوبر للسيدات للموسم 2018-2019. دفاع متقدم 3-3 من نادي الشمس. النادي الأهلي بيلعب ناقص لاعبة لاستبعاد اللاعبة إسراء سيد من نادي الأهلي، منة خالد، وهجمة سريعة لنادي الشمس، هجمة سريعة اللاعبة رقم 8، اللاعبة رقم 8 منة هيثم اللي بتشارك لأول مرة، وفي اعتراض من مقاعة بدلاء النادي الأهلي واستبعاد لمدة دقيقتين يحسبه الكابتن محمد كرم على النادي الأهلي، عقوبة على المدير الفني للنادي الأهلي تستوجب استبعاد أحد اللاعبات لمدة دقيقتين. 22 ثانية على نهاية المباراة، 27 النادي الأهلي، 24 نادي الشمس، ودفاع متقدم مان تو مان من منتصف الملعب. سارة، منة، ودعاء حلمي. النادي الأهلي بيلعب أربع لاعبات وتنتهي، ينتهي أعزائي المشاهدين المباراة بفوز النادي الأهلي 28-24. ألف مبروك للاعبات النادي الأهلي، ألف مبروك للجهاز الفني والإداري والطبي للنادي الأهلي لكرة اليد للسيدات، الحصول على العلامة الكاملة لأربع بطولات: المركز الأول لبطولة الدوري العام، المركز الأول لبطولة كأس مصر، المركز الأول لبطولة منطقة القاهرة، وأخيرا المركز الأول لبطولة دوري السوبر لكرة اليد للسيدات. زي ما حضراتكم شايفين احتفالات من لاعبات النادي الأهلي داخل الصالة النادي الأهلي بالجزيرة، احتفالات اللاعبات، فرحة من الكابتن ياسر صلاح المدير الفني للنادي الأهلي، والكابتن عاطف طه المدير الإداري للنادي الأهلي، والكابتن صلاح بهجت، الكابتن ياسر صلاح المدير الفني، وكوبلا كوبلا من زوجة الكابتن ياسر صلاح اللي مش متابع يا جماعة كرة اليد، زوجة الكابتن ياسر صلاح ما بتفارقش الكابتن ياسر صلاح ولا في مباراة ولا في تدريب. وتهنئة من الدكتورة هالة زكي مديرة قطاع الناشئات بالنادي الأهلي للكابتن ياسر صلاح. زي ما أشارنا حضراتكم أثناء المباراة على نتائج قطاع الناشئات بالنادي الأهلي لكرة اليد، النادي الأهلي حصل على بطولات الجمهورية الصيفية لمواليد 2007 ناشئات، وبطولة الجمهورية الشتوية 2007 و2009، وكأس النخبة الصيفية ل 2007 و2009. ألف مبروك أعزائي المشاهدين، سعدنا بحضراتكم، وتشرفت أنا عصام منيسي على نقل مباراة نهائي دوري السوبر لكرة اليد للسيدات. ألف مبروك لسيدات النادي الأهلي لكرة اليد، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.